استعدادا لقدوم عيد الميلاد المجيد، أقيم في كنيسة مطرانية الروم الكاثوليك في أم السماق بعمان لقاء روحي بحضور وبركة المطران جوزيف جبارة. جمع اللقاء أخوية المعونة الدائمة في الكنيسة مع أخوية سيدات الزرقاء ومرج الحمام. بدأ اللقاء بحديث روحي ألقاه الأب جورج القائد، كما أقيم قداس إلهي ترأسه الإرشمندريت نادر صوق المرشد العام للأخويات في المملكة بمعاونة الإرشمندريت بسام شحتيت والإرشمندريت خالد شعبان. كان الموضوع حول الخدمة الناجحة في الكنيسة، كون أنه الأخوية بتخدم الكنيسة من خلال تكاتفها مع بعض، محبتها لبعض، من خلال أنه هي دورة كأم أنها تقدر تعمل دور فعال بالكنيسة من خلال دورة وعائلتها.